حياكم الله يا أحبة مع الدرس الثاني من درس من باب العلاقات والدوال الخطية، وهو درس الدوال. ماذا نعني بكلمة دالة؟ ما تعريف الدالة؟ الدالة علاقة، هي علاقة. إذن الدالة علاقة، ما بدنا ننسى هذا الكلام. طيب، هذه العلاقة تربط بين أو تربط المدخلات بإيش؟ بالمخرجات. على أن يكون هناك، هذا الهام جدا، مخرجة واحدة فقط لكل مدخلة. إذن الشرط علاقة، بس هذا هو الشرط، إنه كل مخرجة واحدة لها مدخلة واحدة. معنى آخر، إذا طلع من المجال سهمين ليست دالة، إذا طلع من عنصر واحد من المجال سهمين هذه ليست دالة. خلنا نشوف أمثلة على ذلك. شوف لي هذا المثال اللي معايا هنا وقول لي هل هذه دالة أم لا. لاحظ عناصر المجال، هذه عناصر المجال عندي، فعلا من كل عنصر طلع سهم واحد. خلاص ما يهمني هنا لوين يجي، إذا هذه دالة، هذه ما هذه، هذه دالة. أيضا شوف المثال الثاني هذا اللي معايا، لاحظ الآن كيف أعرف أن المجال والمدى؟ المجال هو السينات والمدى هو الصادات. لاحظ أنت هنا نقطة واحدة ارتبطت بنقطة واحدة، هنا نقطة واحدة ارتبطت بنقطة واحدة، كل نقاط هذا الشكل هي تمثل دالة. إذن هذه دالة وهذه دالة. بمعنى آخر شوف المثال اللي معايا حتى يتضح الأمر أكثر عندنا. يقول لي هل تمثل كل علاقة دالة؟ فسر إجابتك. تعال نشوف هذه دالة. ليش؟ لأنه كل عنصر من عناصر المجال ارتبط بعنصر واحد من عناصر المدى. الصفر ارتبط بستة والثلاثة ارتبط بستة، معليش المهم ما يكون الصفر هو ارتبط بستة وبثلاثة مع بنفس الوقت. إذن ما يطلع من المجال سهمين، يعني من السالب اثنين مثلا ما يطلع سهمين، هذه ليست دالة، هذه دالة. طيب هنا لاحظ معايا هذا التمثيل ايش عندي هنا؟ جدول الواحد ارتبط في أربعة، صح، لكن كمان الواحد هنا ارتبط بإيش؟ بسالب أربعة. إذن عنصر من عناصر المجال ارتبط بماذا؟ ارتبط بأكثر من عنصر من المدى. إذن هذه ليست دالة. ليش؟ نقول لأن واحد ارتبط بأربعة وسالب أربعة، إذن ليست دالة. نشوف الآن تمارين تحقق. قل لي هل تشكل العلاقة اللي أمامنا هذه دالة؟ طب هذه أزواج مرتبة، كيف عارف أنها دالة؟ بكل بساطة انظر إلى عناصر المجال اللي هي 2 3 3 2. اتكرر أحد منهم؟ نعم اتكرر. الاثنين ترى مكرر، الثلاثة مكرر، يكفينا واحدة حتى نقول إنها ليست دالة. عطني سبب واحد يكفيك. لأن 2 ارتبط بالواحد والسالب 2، إذن هذه ليست دالة. كمان هل في طرق ثانية أقدر أحدد معايا إنه دالة ولا ليست دالة غير هذا الكلام؟ نعم، في شيء اسمه اختبار الخط الرأسي. تعالوا نشوف اختبار الخط الرأسي ما هو. اختبار الخط الرأسي، أنا أخذت الجملة إحداثية سين وصاد، هذا هي، والخط الرأسي هو عبارة عن محور مين؟ عن محور صاد. إذا جينا للتمثيل اللي معانا، هذا التمثيل معانا، وعملنا كذا خط، شوف يوازي الصادات. لاحظ معايا كذا، هذه اللي بتوازي الصادات كلها. قطعت التمثيل بأكثر من نقطة، هون نقطة نقطة نقطة، حتى هنا شايف نقطة واحدة، هذه ليست نقطة هون، هذه بعدها بشوي نقطة نقطة نقطة، إذن هذه دالة. إذن يجب أن اختبار الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني بنقطة واحدة فقط. طب هنا شوف، ها، خذ موازي إلى الصادات أو صادات نفسها، آها شوف قطع هنا بنقطة
وهنا بنقطة، إذن هذه ليست دالة، ونقول له حسب اختبار الخط الرأسي. طب هذه لاحظها، شوف وكأني عم بحرك الصاد، يعني ها شوف نقطة نقطة، إذن هذه دالة حسب اختبار الخط الرأسي. دعنا نذهب إلى إيش، إلى الأمثلة. شوف المثال، هل تمثل المعادلة هذه دالة أم لا؟ بس تجيك معادلة كون لها جدول، بس تجينا معادلة نكون لها ماذا؟ جدول. هذا جدول، وهذه سين، وهذه صاد. طيب وبعدين حط ثلاث قيم لسين من عندك، صفر واحد اثنين أي ثلاثة، عوضها هنا مشان تطلع قيمة مين؟ صاد. سالب ثلاثة ضرب الصفر راحت، ضرب صاد تساوي ثمانية، هاي ثمانية. هنا سالب ثلاثة ضرب واحد سالب ثلاثة، نقولها لهنا موجب ثلاثة، ثمانية وثلاثة 11. طيب هنا سالب ثلاثة ضرب اثنين سالب ستة، نقول له هنا موجب ستة، ثمانية وستة 14. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كل عنصر ارتبط بعنصر واحد من المدى، إذن هذه تمثل دالة. تعالوا نشوف كمان، تحقق من فهمك، هل تمثل أربعة سين يساوي ثمانية دالة؟ طيب هذه أربعة سين يعني فورا حلها، سين شو تساوي؟ سين تساوي إلى اثنين. طب إيش معنى هذا الكلام؟ تعالوا نرسمها مشان تشوف إيش يعني لك هذا الكلام. هذا محور صاد، وهذا محور سين، وهذه سين تساوي اثنين، إذا هذه واحد وهذه اثنين، إذا نرسم كذا. أيوة تعالوا نتناقش الآن، هذه دالة حسب، ليست دالة حسب اختبار الخط الرأسي، ليست دالة هذه، لأنه هذا احنا يكفيني اني اقول ليست دالة اذا قطعت ايش؟ بنقطتين. طيب هذا قاطع بكل النقط، يوازي الصادات هذا كله، اذا قطع بس نقطتين ليست دالة، فما بالك لما يوازي كل الصادات، يعني لو جبته لهنا انطبق على الصادات، يعني عدد لا نهائي من النقاط، اذا ليست دالة. تنبيه، إذا كانت سين لحالها بس إذا هذه ليست دالة، تمام؟ وصاد لحالها دالة. طيب تعال نشوف الآن، هنا أربعة سين تساوي صاد زائد ثمانية. طيب الحين إما أنت تمثلها، جيب كذا اعملها سين صاد جدول، وأعطي ثلاث قيم من عندك، عوض الآن صفر هذه راحت، جيب هذه لهنا صارت سالب ثمانية، عوض في الواحد أربعة وجيب هاي لهون، أربعة ناقص ثمانية سالب أربعة، عوض في اثنين صارت كم؟ صارت ثمانية، وهنا ثمانية ناقص ثمانية صفر. لاحظ كل واحدة ارتبطت بإيش؟ بواحدة من المدى، إذا هذه دالة. ولو بدك ترسمها كمان تطلع معاك إيش رسمة، تعال نرسمها سوا. شوف شكل تقريبي لها، ثم بنخذ صفر سالب ثمانية، هاي صفر، السينات سالب ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهاي ثمانية هنا أول نقطة، واحد مع سالب أربعة هذه واحد، وهاي سالب أربعة، وهنا اثنين مع صفر هذه هي الاثنين هنا. لو جينا نرسم الخط عندي، لاحظ الخط تقريبا، وحسب اختبار الخط الرأسي فعلا هذه دالة. وبكذا يا أحبة الجزء الأول من درس الدوال بيكون انتهينا، وإلى اللقاء مع الجزء الثاني.